مستشار بدوي وعلام، تحياتي لحضرتك. دكتور تامر شوقي، تحياتي لحضرتك. استاذ محمود عبد الرحمن، تحياتي لحضرتك. استاذنا محمود، هنبدا من عندك. اتفضل يا فندم. كواليس القرارات، ضم الغاء للمجموع، مش المجموع، بره المجموع، اضافه مواد، روح للتعليم الدولي والمدارس الخاصه، اللغه العربيه تضاف للمجموع تبقى ماده اساسيه، تاريخ التربيه دي. ماذا عن ما جرى في وزاره التربيه والتعليم خلال الشهر ونص اللي فات؟ طبعا انا بشكر حضرتك جدا على الفرصه. احنا بشكل سريع جدا هناخدهم مراحل. الثانويه العامه هنبدا من ثالثه ثانوي. نعم. ثالثه ثانوي حصل فيها تغييرات جذريه من حيث المواد. عندنا الفلسفه وعلم النفس ما بقتش موجوده في ثالثه ثانوي، اخذ منهجها واتوزع على اولى فلسفه ومنطق، واولى كان ادبي بس، بقى ادبي وعلمي كل طلاب سنه اولى. نعم. وعندنا العلم النفسي وعلم الاجتماع بقى في ثانيه لطلاب الادبي فقط. ده بالنسبه لماده الفلسفه. بالنسبه للغه الاجنبيه الثانيه دي الفرنساوي والالماني الايطالي الاسباني الصيني. طبعا المسيطر اكتر الفرنساوي لان 600 الف طالب تقريبا كانوا بياخدوه السنه اللي فاتت. اصبح هو ماده غير مضافه للمجموع، عباره عن نجاح ورسوب فقط. نعم. عندنا الطالب هيدرس خمس مواد فقط، طالب العلم هيدرس خمس مواد فقط. لو علم علوم هياخد عربي انجليزي كيمياء فيزياء احياء. لو علم رياضه هيستبدل الاحياء بالرياضيات. والرياضه قبل كده كانت خمس فروع، بقت فرع واحد مدمج بين البحده والتطبيقيه. نعم. الادبي اضيف للاحصاء الرياضيه، مش احصاء الفلسفه. عشان الكلام اللي اتنشر على التواصل الاجتماعي. هي احصاء رياضيه. هياخدها مع العربي والانجليزي والتاريخ والجغرافيا. كويس. ده ثانويه عامه، التغيرات في الثانويه عامه. كويس. لو رحنا لثالثه اعدادي بلا اي تغيير. لو رحنا لثانيه اعدادي بلا اي تغيير. لو رحنا لاولى اعدادي، اولى اعدادي دي هي باكوره المنظومه الجديده اللي اطلقت سنه 2018. طلاب رابعه ابتدائي بقوا في اولى سنه اولى اعدادي دلوقتي. فعندهم منهج جديد بشكل جذري بشكل كامل. والوزاره بالفعل نشرت المنهج الجديد على الموقع الرسمي للوزاره الاسبوع اللي فات. كويس. بالمناسبه هو منهج محترم جدا. لو رحنا لخمسه ابتدائي، سته ابتدائي، طبعا ما فيش الغاء لسته ابتدائي، سته ابتدائي موجوده زي ما هي. كويس. خمسه ابتدائي رابعه ابتدائي زي ما هم. نيجي بقى لنقطه جوهريه جدا الناس كلها بتسال عنها، وهي ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي ما بين شقين تحتاج الى التوضيح، ما بين ان هي اصبحت باكوره المنظومه الجديده فليها مناهج جديده ولا لا. بعض المعلومات بتقول ان هي ليها منهج جديد هيبدا بيه المنظومه الجديده. بعض المعلومات بتقول ان احنا هنكمل بيه منهج السنه اللي فاتت ولكن بتعديل في اجزاء منه. نعم. عندنا حاجه جديده جدا اضيفت ومهمه جدا، وهي اعاده توزيع الدرجات. ما بقاش الامتحان الترم فقط هو المهم، عندنا امتحانين شهر في الترم 15 و15 ب 30، امتحان الترم ب 30 عندنا الحضور 10%. وفي هنا نقطه بنأكد عليها، الطالب اللي مش هيحضر مش هيعاد قيده، مش بس هيخسر ال 10%، مش هيعاد قيده، هيعيد السنه. ده لأول مرة بيحصل ده؟ لأول مرة. عندنا كمان مش هيعيد السنة. هيعيدها. هيعيد السنة. يعني مش هيعاد قيده، كان الأول اللي بياخد 10 أيام متواصلين أو 30 يوم متقطعين كان بيروح يدفع 30 40 جنيه ويدخل امتحان. عادي جدا. دلوقتي لا. دلوقتي مش هيعاد قيده، هيعيد السنة. في كمان نقطة أخيرة بشكل سريع جدا قبل ما نروح لسيادة المستشار والدكتور تامر. كان عندنا من كي جي 1 الطالب اللي بيسجل في المدارس في كي جي 1 ممكن ما يروحش المدرسة لحد رابعة ابتدائي. يسافر مع مامته وباباه بره، يروح يقعد في البيت هو براحته. النهاردة يخش على رابعة. النهاردة عنده امتحانات أسبوعية في أولى وتانية ابتدائي. لإثبات حضوره. امتحانات أسبوعية تحريرية وشفوية عبارة عن نشاط يعني. هي مش امتحان بمفهوم القلق يعني. التواجد، إنه يروح المدرسة. الأيديولوجية الجديدة إيه؟ الحضور ثم الحضور ثم الحضور. عظيم.